أفراح القيامة، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور علي رضوان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. الليلة هي ليلة الختام، وما أعظمه من ختام، يختم الله على قلوب المؤمنين بالفرحة والبشرى. خلاص احنا قلنا كانت الفرحة الأخيرة في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل المؤمن ووقفوا على باب الجنة، وقعقع النبي صلى الله عليه وسلم حلق الجنة، أول واحد يخبط على باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفتح الجنة فيدخل أهل الجنة زمرة، جماعات، صفوف. فلما يدخلون الجنة تخيل ان هم ايه ده انت داخل مكان اول مره تشوفه ما تعرفش فيه حاجه، طيب هيعملوا ايه؟ الجنه فيها مرشدين، مرشد سياحي، الملائكه هي اللي بترشد اهل الجنه لانك مش عارف القصر بتاعك فين. الله يدخلك الجنه وهيعرفها لك، ويدخلهم الجنه عرفها لهم، هيقول لهم كل واحد عارف القصر بتاعه فين، كل واحد عارف مكانه فين. بس خد بالك بقى من ليله الختام، العرس في الجنه، ما أعظم هذا الأمر في الجنة. آخر حاجة ونختم بها سلسلة حلقات أفراح القيامة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، ينادي الله. إذا هو لسه ربنا ينادي على حاجة تاني؟ آخر حاجة ربنا ينادي عليها، ينادي الله على كبش أملح عظيم. كبش، إيه اللي يجيب الكبش في المشهد ده؟ هذا الكبش قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: فيدخل هذا الكبش فيقول الله لأهل الجنة: أتعرفونه؟ فيقول أهل الجنة: نعم، إنه الموت. ويقول لأهل النار: أتعرفونه؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. كأن الله تبارك وتعالى هيجيب الموت على هيئة كبش عظيم. فأهل الجنة عارفينه وأهل النار عارفينه، لأن الناس كلها ماتت في الدنيا وشافوا الموت، فبيوصفوا الموت فشافوه على هيئة هذا الكبش. فالله يعمل إيه بقى؟ آخر فرحة بقى وآخر بشرى للمؤمنين، فيأمر الله هذا الكبش بأن يذبح، فيذبح فيموت الموت. إيه يا عم الشيخ؟ طب إيه الفرحة؟ فين الفرحة في أن الموت يموت؟ اسمع الفرحة إيه؟ فينادي الله على أهل النار وعلى أهل الجنة فيقول: الموت قد مات، يا أهل الجنة لبيك يا ربي، خلود بلا موت. ما هو الموت مات خلاص، إذا هو الموت بيموت. أيوة، مش إحنا اتفقنا أن كل ما خلقه الله سيموت؟ طب هو الموت مخلوق؟ أيوة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى الموت مخلوق والحياة مخلوقة، فالله قال للحياة تموت اللي هي القيامة، وقال للموت يموت فذبح الكبش فمات الموت، وقال لأهل الجنة خلود بلا موت، وقال لأهل النار خلود بلا موت. فاطمأن قلوب المؤمنين، هتطمئن خلاص، والكافرين بقى في النار يصرخوا زي ما هم عاوزين بقى، لكن المؤمنين بقى في الجنة الله عاوز يديهم بقى آخر اطمئنان. عارفين ايه آخر اطمئنان في الجنة؟ اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه ايه. ثم ينادي الله على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، إني قد رضيت عنكم، فهل رضيتم عني؟ إيه ده يا رب؟ هو أنت بتطلب الرضا من المؤمنين في الجنة؟ شوف الله بيقول إيه: يا أهل الجنة، إني قد رضيت عنكم، فهل رضيتم عني؟ أنا رضيت عنكم، أنتوا راضين عني؟ فيقولون: يا ربنا، وكيف لا نرضى وقد بعدتنا عن النار وأدخلتنا الجنة؟ ما نرضاش إزاي؟ فيقول: وعدتكم الحسنى وزيادة، أما الحسنى فهي الجنة وأنتم فيها الآن، وأما الزيادة أن أهل عليكم بطلعتي فتروني. هو دي بقى أكبر فرحة للمؤمنين يوم القيامة، إن المؤمنين يشوفوا وجه الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. فأهل الجنة هيشوفوا وجه الله من شدة هيبة وعظمة وجه الله. المؤمنين في الجنة يعملوا إيه؟ كله هيسجد سجود، فيقول الله ارفعوا رؤوسكم، اليوم ليس يوم عبادة، اليوم يوم نعيم. يا أهل الجنة، لا مرض في الجنة، لا يأس في الجنة، لا هرم في الجنة، محدش هيعيا، مفيش مرض في الجنة، محدش هيزهق، مفيش يأس في الجنة، محدش هيكبر، محدش هيعجز في الجنة، محدش، آخر حاجة بقى، محدش هيموت، لا موت في الجنة، خلود بلا موت. ونقفل صفحة الحياة ونقفل صفحة النهاية مع آخر مشهد من مشاهد أفراح المؤمنين يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يكتبنا من المؤمنين المقبولين المعتوقين من النار، وأن نرى فرحتنا يوم القيامة وبشرانا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر لكم هذا الإنصات، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، لا رياء ولا سمعة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل هذا العمل ويجعله لوجهه الكريم خالصا بفضله وكرمه وجوده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.